السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام عشاق إعادة التدوير، أهلا بيكم. النهاردة عندنا بلوفر مش محتاجينه، وإن شاء الله نقدر نستفيد منه ونقدر نعمل لكم فيديوهات مميزة دايما إن شاء الله. تمام، ده جاكيت يعني كنت بلبسه لفترة وفي فيديوهات كتير أوي مصوراها بيه، بس ضايقت منه عشان يعني حسيت إنه ده بالطول وده بالعرض، يعني أنا فجأة كده مرتحتلوش، وفجأة كده برضو عشان نكون صراحة الكم بتاعه ضيقة. بصوا أهو تمام. طيب انا هستخدم الاكمام، وانا مش عايزاها كلها، بس انا هبتدي الاول في القطعه الساده اللي انا هشتغل بيها دي، نص متر فايض من الفستان الحريمي اللي احنا عملناه، ولازم نعرف ازاي نتعامل مع القماش. اهو يا جماعه ده التعامل بتاعي مع القماش. طيب بصوا، انا كده حطيت البرسل على البرسل بالشكل ده اهو، وبطبق تاني علشان ابقى على اربعة اهو كده، بقى على اربعة. طيب ونركز اوي في الخطوات اللي جاية. تمام، انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقلع الخواتم اللي انا لابساها، لان الخواتم بتشبك في البراش بتاعي اهو. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا هشتغل الناحيه دي، هعمل دوران او هعمل الجزء بتاع الظهر ده كده حوالي 17 سنتي، وهنزل وازود عليه، لا مش هزود عليه حاجه علشان ده للسن المحير اهو، وهدخل هنا 6 سنتي بالشكل ده كده، وهعمل دوران رقبه 7 سنتي، وهنزل 3، وهنزل هنا 1.5، وهعمل دوران بالشكل ده كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. هل في اسهل من كده؟ مفيش والله مفيش اهو. واروح نازله اساوي بالشكل ده كده. تمام، بقص كده عشان اعمل تعديل لدوران رقبة لايك فضلا وليس امرا. هنا 1 سنتي بالخياطة، لو لقيتي ايدك نازلة شوية تعمل دوران اكبر سنة، حاجة بسيطة مش مشكلة ابدا اهو، شايفين كده. طيب وبقص الشكل ده، حتى لو انت حابة يعني تساعدي حد او يعني لجمعية الحاجة، فيفضل ان انت ايه تدخلي على الالوان بشكل طبيعي حلو يعني. تمام، يعني اقدر اعمل واشكل في الحاجة وانا بوديها عشان ما يبقاش شكلها تقليدي. لو انا حابة مثلا اعملها لاي حد او اتعلم فيها الخياطة، لان في ناس بتنتقد انتقاد سلبي بتقول لي والله حرام عليكي ما تتبرعي بالحاجات دي. تمام يا جماعه اتبرعي، ما قلتش حاجه والله، بس يعني عشان اتبرع خليها شكلها حلو. يعني انا بدل ما اتبرع بشكل هو مش عاجبني، انا مش راضيه البسه، يبقى ازاي انا عايزاه يعجب غيري؟ طب ما انا ممكن اعمل له التعديلات اللي تخلي شكله حلو وتعجب غيري ويبقى مبسوط بيها. وبعدين مش لازم اطلع واقول انا بعمل، انا بتبرع، انا بودي، انا بجيب. يعني الحكايه دي بين العبد وبين ربه، فمش بالضروره ابدا ان انا يعني اطلع اقول انا عملت كذا. ولو ان احنا في زمن يعني لازم الواحد يجاهر بالطاعات، زي ما ايه في بعض الناس معاذ الله بيجاهروا بالمعاصي، يعني ربنا يستر علينا في الزمن اللي احنا فيه ده. طيب بصوا بقى كده انا عملت ايه، انا زودت دوران الرقبه ونزلت هنا 1 سنتي عشان الموديل اللي بيبقى من جوه ده بيتاخد لجوه ده اهو، بس كده. بس انا هساوي هنا شويه عشان انا بس كده، ده الامام وده الخلف، وهاخد الاكمام الملونه اهي عشان تكسر اللون معايا اهو. باخد الجزء ده كده الدوران، الاكمام زي ما هي مش هعمل فيها حاجه، لان هي يعني يا دوب ايام الخسسان الجميل.
تمام. طيب والجزء ده انا ممكن اخده واعمله هاي كول للرقبة، او ممكن اخد من الجزء ده اعمله هاي كول عشان خاطر يعني يبقى كاسر الالوان، وممكن اخد ده امام يعني اعمل جزء امامي من اي حاجة تانية غامقة واخلي الظهر سادة، تمام. يعني انا اقدر استخدم دي في اكتر من استخدام. طيب تعالوا نشوف الخياطة. بصوا يا جماعة اهي بسيطة جدا ومن اسهل الحاجات اللي تقدري تعمليها، انه باخد الامام على الخلف الاتنين في وش بعض بالشكل ده اهو، تمام. هخيط الاكتاف مع بعض وهقفل لان الاكمام مقفولة اهو، بقفل الكناب وخيطت هنا الكتف مع الكتف وبقفل الجنب التاني. على ما تعملوا لايك يا ناس سايين يا اللي بتنسوا اهو. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده انا خيطت الجناب وخيطت الاكتاف، وعشان ارتب الاكمام اهو الكم انا بعدله الاول أهو. تمام اجي اركبه بروح مدخلاه بالشكل ده. انا دايما بحب خياطة الكم هو مفتوح، لكن طالما الكم مقفول واوفر فمفيش داعي يعني افتحه خالص، تمام اهو. وباخد خط الابط مع خط الابط بشكل حضراتكم شايفينه ده كده اهو، هلاقيه مظبوط بالظبط اهو شايفين على قد الفتحة بالظبط، بلفه بالخياطة كل حاجة خطوة بخطوة قدامكم اهو. كده شكله من الداخل شايفين كده شكل الاكمام كسرت اللون وادت شكل حلو جدا. هنعمل الناحية التانية بنفس الطريقة كده اللي انا هعمله لدوران الرقبة اهو، تمام. هقفله بيكون قد دوران الرقبة الامامي والخلفي. ببتدي اخلي الجزء ده ناحية الخط الخياطة ده ناحية الجنب عشان يبقى ماشي مع خياطة الجنب، تمام. وبلفه على دوران الرقبة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي اهو، وممكن تشدي دوران الرقبة ده الكولة اللي انا عاملاها تشديها فتجمع معاكي دوران الرقبة ما تخلوش واسع. ايوه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين شكله جميل ازاي ولونه كمان جميل اهو. طبعا يتلبس على جينز، يتلبس على جيب، يتلبس على اي حاجه. اتمنى يكون عجبكم، متنسوش اللايك والشير والاشتراك. بشكركم جدا جدا والسلام عليكم ورحمه